تحقيق لي 3 بوين نتاع الماتشات الكل مهمين ياسر، معناها كسوا لعبنا في المرسى ولا خرجنا لبرا ديما قاعدين نبحثوا على الانتصار، خاطر تعرف احنا جايين معناها من البعيد عندنا بوينات معناها متخلفين على الادفيرسير ديريكت نتاعنا، قاعدين نحاولوا الماكسيموم باش نلموا لي بوين، تعرف معناها بار البريسيون نتاع الريزلتا قاعدين نطلبوا الملاعبيه باش يلعبوا بالقداس، مالوريزمون معناها في التيران زي ما تنجمش تحط كره في القاعه وتلعب مع لي ادفيرسير تلعب ضدهم، زاد معناها تبارك الله الكل عندهم الامكانيات، الناس كل قراب لبعضهم الحمد لله جالي الانتصار. انت قلت شنو يصير، انا نقول ديما راهو مادام عندك ملاعبيه عندهم الروح هذا والانفيه هذايا باذن الله ان شاء الله نكونوا في طموحات الجمهور نتاعنا. اليوم وفقنا ربي لازم نحطوا ساقينا على القاعه، عندنا برشا ما نصلحوا ان شاء الله غدو نرجعوا نخدموا على رواحنا، عندنا ماتش كوب تريز امبورطون لازم نخدموا له، ومن بعد يا حي الماتش الجاي في الشامبيونات.